نظمنا الوقفة الاحتجاجية هذه تحديدا واستنكارا لسياسة التي تنتهجها السيدة المديرة من تهميش وإقصاء ومفاضلة بين المقدمين، مما زرع بلبلة كبيرة في هذه المؤسسة لا تشجع بتاتا على العمل. وهذا التهميش وهذا الإقصاء هو ضد توجهات الدولة وسياستها المبنية على التشاركية والحوار والشفافية في معالجة مختلف القضايا التي تخص العمال والموظفين من السهر على تحقيق مطالبهم المشروعة. وبالتالي هذه السياسة نحن كفرع نقابي سناباب أو كعمال بصفة عامة رانا أصبحنا اليوم نعيش في جو محقون وجو من الفتنة، وهذا دليل على ضعف المسير الأول على هذه المدرسة.